انضم الينا من لندن استاذ الاعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول. مرحبا بك دكتور مكرم على شاشتنا. القرار اثار ردود فعل غاضبه من الجانب الاوروبي تحديدا، كيف سينعكس برايك على العلاقات بين واشنطن والاتحاد الاوروبي؟ مساء الخير مدام مايس. فعلا اعتقد ان قرار ترامب الانسحاب من اتفاقيه باريس للمناخ ادت بامواج اوروبيه كبيره، وبالتحديد هذا الانقسام الذي ظهر اليوم ما بين موقف فرنسا والمانيا وايطاليا من جانب واحد وموقف بريطانيا وبالتحديد رئيسة حكومة المحافظين تيريزا ماي، إذ أنها لم تنضم ولم توقع على هذه الاتفاقية، لا بل أنها رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي أو أوروبا الغربية بالتحديد، وبالتالي فهي قد أثارت الشكوك. صحيح أنها هكذا قيل أنها اتصلت بالرئيس الأمريكي وقالت له أنها محبطة جدا من هذا القرار، إلا أن هذا الموضوع تم استخدامه لا بل بشكل كبير في حملة الانتخابات البريطانية والتي ستتم، يعني الانتخابات في الثامن من هذا الشهر. قامت بعض الأحزاب باستغلال عدم انضمام تيريزا ماي إلى تصريح أو بيان باريس أو البيان الأوروبي باريس إيطاليا وألمانيا، وبالتالي فإن موقف ماي وضع بريطانيا مرة أخرى على المحك، وهم لا يعرفون أي الشركاء الأوروبيين كيف سيؤثر ذلك أصلا على اتفاقيات أو حوار مفاوضات الخروج البريكسيت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبرأيك سيناريو إعادة التفاوض أو ربما التوصل إلى اتفاق بشروط جديدة، هل هو وارد؟ أعتقد أنه إذا كان الأمر يعود إلى باريس وبرلين وروما فإنه لن يكون واردا على الإطلاق، لأن الرئيس الفرنسي قال اليوم أنه ليس هناك عالما بديلا، ولذلك فليس هناك برنامجا أو حلا بديلا. أما ما يمكن أن يحصل في حالة فوز تيريزا ماي رئيسة الحكومة الحالية لحزب المحافظين، وبسبب التقارب الأمريكي البريطاني وبسبب خروج أو إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ممكن جدا أن تستعمل تيريزا ماي والحكومة البريطانية كورقة للتفاوض نيابة عن أمريكا، حيث عندها ممكن أن تقول تيريزا ماي للأوروبيين ممكن أن أتنازل في المفاوضات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لقاء إعادة فتح المفاوضات مع واشنطن مع الإدارة الأمريكية. ولكن مدام مايس، فقط لنذكر، لكي تخرج أمريكا أصلا من اتفاقية باريس يجب أن تمر 4 أعوام، أي أننا عندما نصل إلى فضلي، وهذا الوقت ماذا يمكن أن يتيح؟ هل سنشهد ربما ترددا من قبل دول أخرى كانت أقل حماسا لهذا الاتفاق، أم أننا يمكن أن نشهد إعادة بلورة لاتفاق آخر؟ لا أعتقد أن هناك يعني مسألة تدل على بلورة نادي دول معارضة لاتفاقية المناخ، لا أعتقد، وهم يذكرون بعض الدول، ولكن هذه الدولتين هؤلاء الدولتين لديهما يعني وضع خاص لعدم انضمامهما للاتفاقية التي وقع عليها 190 دولة. ولكن ما يمكن أن يحصل، وهنا أنا أرجح أن بالرغم من أن خلفية ترامب ليست سياسية ولا عسكرية، ولكن ترامب هو رجل أعمال، أعتقد أنه في ال4 سنوات القادمة سيستغل ترامب أولا الحفاظ على القاعدة الشعبية له في أمريكا، وبالتحديد في أواسط عمال المناجم، هذه من ناحية داخلية، ولكن من ناحية خارجية كلما مثل ما نقول كلما دق الكوز بالجرة سيجلب هذا الموضوع ويستعمل هذا الملف أو هذا الكرت في مفاوضات على أي موضوع يريد أن يعني يفاوض عليه ويراوغ به. ورقة أمريكية جديدة برأيك. أشكرك من لندن أستاذ الإعلام السياسي الدكتور أكرام خوري مخول.